في حلقة اليوم سنتحدث عن زيارة الرسول بولس لأثينا. عزيزي المشاهد، في هذا الإصحاح أريد أن أتحدث عن رحلة بولس إلى أثينا. جاء إلى هذا المكان، كان ينتظر أصدقائه وتجول، عمل رحلة في هذا المكان وشاف آلهة كثيرة في هذه المنطقة. كما ترون خلف الأكروبوليس أعلى نقطة في أثينا، وتستطيع أن ترى البارثينون من الجهة اليمنى، ومن الجهة الأخرى أيضا معبد مكرس لأثينا حامية هذه المنطقة أو بلدة أثينا. أثينا طبعا كانت مركز ثقافي، مركز الحكمة، مركز الديمقراطية، مركز العلم والفلسفة. أعظم الفلاسفة من أفلاطون، من سقراط لأفلاطون. وطبعا في أيام الرسول بولس اضمحل هذا الشيء نوعا ما، ما عادش أمجاد اليونان كما كانت في القديم، كانت تعداد سكانها ما بزيد عن 50,000 نسمة، لكن حافظت على الخلفية، على الحضارة، على اللغة، وعلى طريقة ونمط الحياة في هذه المنطقة. أنا موجود على تلة شهيرة جدا تسمى مارس هيلز أو منطقة الأريوباغوس، وين بولس الرسول كان يتكلم، وأخذوه إلى الأجورا، إلى ساحة الميدان، حتى يحدث فلاسفة اليونان وبالأخص فلاسفة أثينا. سأواصل حديث عن هذا الموضوع بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود في أثينا، زارها الرسول بولس في رحلة التبشيرية الثانية، وخلفي أعلى نقطة في أثينا منطقة الأكروبوليس. أنا بدعوكم حتى نتعلم عن حياة بولس ورحلته في أثينا معي في هذه الرحلة. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، فار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟ وقال آخرون: هو يبشر بآلهة غريبة، لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به، لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها. وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. أعزائي من أثينا، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل الإصحاح 17. في هذه الحلقة راح أتحدث عن زيارة بولس إلى أثينا. بولس طبعا ذهب إلى المدينة الدينية أورشليم، وها هو يصل إلى المدينة الثقافية أو المدينة الحكمة والفلسفة، مدينة أثينا، وبعدها سوف يصل إلى المدينة التشريعية روما، عاصمة الإمبراطورية الرومانية. طبعا أثينا تعتبر أعظم جامعة في العالم،
يقصدها الباحثون من كل مكان. هذه المدينة تسمى أيضا مدينة الفلاسفة لأنها خرجت عظام الفلاسفة كسقراط أفلاطون وأرسطوطاليس، ما زالت فلسفتهم تؤثر حتى يومنا هذا. هذه المدينة أيضا تعتبر مدينة الآلهة. في أيام الرسول بولس عدد الآلهة زاد عن عدد كل التماثيل في كل بلاد اليونان. بالواقع عدد الآلهة ازداد عن عدد الناس، أي أكثر من الناس. من أثينا تستطيع أن ترى عدة أماكن تاريخية. المكان الأكثر شهرة تستطيع أن ترى التلة العالية تسمى أكروبوليس، أي أعلى نقطة في المدينة. وتستطيع أن ترى المعبد الكبير بارثينون لإلهة أثينا فيرجن. هذا المعبد يعتبر تحفة في الفن المعماري. الأعمدة والطريقة التي بنيت فيه تظهر حجم المبنى أكبر بكثير من حجمه العادي، وحتى يومنا هذا يدرسوه من ناحية الهندسي أيضا. أيضا في نفس المكان على الجبل توجد معبد أو يوجد معبد لأثينا نايكي، نايكي يعني المنتصر أو النصرة، على المدخل الرئيسي من الجهة اليمنى. طبعا أثينا نايكي تعلن النصرة، نصرة اليونانيين على الفرس في معركة شهيرة، في معركة ماراثون سنة 490 قبل الميلاد. طبعا سميت أثينا على اسم الإلهة أثينا لأن أثينا تعتبر الحامية والمدافعة عن هذه المدينة. من هذا المكان هذه التلة تسمى تلة فيلابوبس، هي قريبة من تلة الاجتماع اللي ابتدأوا يتحدثوا أو تأسست فكرة الديمقراطية أو حكم الشعب قريبة من هذا المكان. فهذا المكان يطل تقريبا على معظم أنحاء مدينة أثينا، تستطيع أن تراها في كل أطرافها، لكن المبنى الرئيسي هو الأكروبوليس كما ترى من خلفي. في أسفل الوادي تستطيع أن ترى معبد الإله زوس، هو أب بل رأس ورئيس كل الآلهة اليونانيين. وعلى المدخل الرئيسي تستطيع أن ترى بوابة هيدريان، الأمبراطور الروماني بنى الكثير في أثينا وكان نافع جدا لهذه البلد. البوابة هي فصلت عن المدينة القديمة. ثم المكان الأكثر شهرة لنا كمسيحيين تستطيع أن ترى التلة الصخرية من بعد خلف الشجيرات. هذه التلة تسمى أريوس باغوس أو تلة مارس، أي تلة الإله مارس أو أريس، الإله إله الحرب الذي حكم في هذا المكان في المحكمة العليا. إلى هذا المكان جاء بولس الرسول وتباحث مع العلماء اليونانيين والفلاسفة، ومن هناك ذهبوا به إلى منطقة الأريوباغوس أو الأغورا الماركت، أي منطقة السوق العام أو ساحة الميدان. في هذه الساحة كانوا يتحاورون ويتناقشون ويتعلمون بعضهم من بعض عن الآلهة وعن الحكمة وعن الفلسفة. طبعا في الأغورا أو في السوق العام تستطيع أن ترى هيكل مازال مثل ما هو للإله هيفستوس، هو إله الحديد أو الحدادة والنار، معده مثل نفس الشكل. جاء بولس إلى هذه المنطقة تتمتع بآلاف السنين من التاريخ، ولسيما عبادة الأوثان والآلهة المتعددة، فكان يحتاج إلى حكمة إلهية، وهو في هذا المكان كان ينتظر أصدقائه. بينما تأخروا طبعا احتدت روحه في داخله على كل الأصنام والتماثيل، وابتدأ يتكلم برسالة الرب في أثينا في هذا المكان. عزيزي سأعود بعد قليل. نعم، إن المسيحية تنادي بعبادة الإله الواحد، فنحن نؤمن كمسيحيين أنه لا إله إلا الله. تتمتع مدينة أثينا بتاريخ عريق زاخر بالأحداث، فمع حلول عام 1400 قبل الميلاد أصبحت الأكروبوليس مدينة ميسنة القديمة. وفي القرن السابع قبل الميلاد استعادت مدينة أثينا الحكم الإغريقي،
وأصبحت مركزا للفنون في اليونان. انتهى العصر الذهبي لمدينة أثينا بعد الهزيمة التي تلقتها على يد سبارتا خلال الحرب. تعد هضبة الأكروبوليس والتي كان يطلق عليها صخرة أثينا المقدسة أهم معالم تلك المدينة، وما زالت آثار أول منزل تم بناؤه فوق هضبة أكروبوليس باقية حتى الآن. يعد معبد البارثينون أهم وأقيم أثر للحضارة اليونانية القديمة، وما زال حتى الآن يمثل الشعار الدولي لليونان، وقد تم إهداؤه للإلهة أثينا بارثينوس الإلهة الراعية لمدينة أثينا. لقد جاء بولس الرسول إلى اليونان خلال رحلته التبشيرية الثانية ووقف على هضبة مارس أو المحكمة العليا في أثينا القديمة ليبشر بالإنجيل في وعظته الشهيرة عظة عن الإله المجهول عام 51 ميلادية. أعزائي، أواصل حديثي من تلة فيلوبوبس التي تطل على مدينة أثينا الجميلة، على الأكروبوليس وعلى منطقة الأريوس باغوس. جاء بولس الرسول إلى هذه المدينة منتظرا أصدقائه، وبينما ينتظر احتدت روحه، لأن كل ما حوله تدعو إلى الوثنية وعبادة الأوثان والزنا الروحي في كل مكان. طبعا أثينا في أيام الرسول بولس أمجادها قد اضمحلت عن الماضي. عندما كان يتنقل الرسول بولس من مكان إلى آخر لاحظ التماثيل والأصنام في كل مكان، وعندما ابتدأ كلامه كان بحكمة فائقة، ابتدأ من فكرة الإله المجهول. طبعا بالنسبة للإله المجهول في عدة أفكار، لكن بلخص بفكرتين. الفكرة الأولى من 6 قرون قبل أيام الرسول بولس أنه ضربت أثينا بوباء خطير جدا. واحد من الفلاسفة من الشعراء اقترح أنه يرسل خراف في كل منطقة من مناطق الآلهة أو المعابد، وكل خروف كان يمكث في منطقة عند إله كان يقدم ذبيحة هذا الخروف. وعندما تذهب أي خراف إلى مناطق غير معروفة كانت تقدم إلى ما يسمى إلى الإله المجهول، لألا يكون في إله مش عارفين أو غير مدركينه. الفكرة الثانية على الأرجح إنه البلد كلها تماثيل وأصنام، وكانت تعبد كل الآلهة وتضم أيضا كل آلهة من كل الشعوب ومن كل المدن والأمم. أي شخص كان يجي بفكرة جديدة كان عندهن المقدرة على التحمل والتقبل أيضا حضارات وثقافات مختلفة. عندما سمعوا بولس ينادي بهذا الإله المجهول لفت انتباههن، لربما يتحدث هن في أعماقهن، عاوزين يعرفوا، عاوزين يبحثوا عن هذا الإله. وهذا إن دل على شيء بدل على جوع الإنسان وحبه للتدين، لأن بولس وصف هذه المدينة أنها مدينة روحية تميل إلى التدين. فالفكرة لربما هذا الإله المجهول غير موجود بيحضروا شخص ثاني بيتكلم عنه لألا يكون هو الشخص اللي جاب الوباء حتى يرضى ويبارك مدينة أثينا. سواء الفكرة الأولى أو الثانية بولس استخدم العبارة واكتشف أنه في هذه المدينة يميلون إلى التدين بكل أشكال وأنواع الفلسفة، وما زالت الفلسفات القديمة تؤثر على الشخص في الحياة العملية أو اليومية. فبولس اختار أنه يتكلم بشكل بارع بفن التواصل، يعتبر فن في التواصل بيدرسوه اليوم في المدارس، كيفية أنه كيف يبتدي من منطلق أو من نقطة معينة ويخدها حتى يوصل حقيقة ويوصل رسالة. هذا فن بالوعظ وفن أيضا بالتواصل. ابتدأ بولس يتحدث إلى الفلاسفة والعلماء، طبعا حديثه كان عن الإله الحي الخالق الذي له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس، وأن هذا الإله ليس بعيد بل قريب، هذا الإله لم يمت بل حي قام من بين الأموات، مات وقام. ويتحدث عن هذا الإله أنه يتواصل ويتفاعل مع احتياجات الناس، وأنه يريد أن تأتي الناس إلى معرفته وتدركه. هو ليس إله مجهول، لكن كل إنسان
بإعلان يستطيع أن يختبر هذا الإله الحي. عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل. فوقف بولس في وسط المجلس وقال: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء. خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه، وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم، وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر. وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات. فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى. أعزائي، كما ذكرت استدعوا بولس الرسول لكي يتكلم في إحدى قاعات المناقشة أمام الفلاسفة والحكماء اليونانيين. ففكرة بولس أراد أن يستخدم الفرصة حتى يتكلم عن الإنجيل، فهي تعتبر فرصة ذهبية. أولا تحدث عن عظمة الله. الله هو الخالق وليس آلهة من صنع البشر يجعلها أو يؤلهها الناس. شيء ثاني، تحدث عن صلاح الله. الله هو الذي يهتم ويسدد احتياجات الناس. ثم تحدث عن سلطة الله، أو إذا أردنا التعبير حكومة الله. الله هو الحاكم وهو المهيمن وهو المسيطر، وهو الذي يقود بل يوجه التاريخ بحسب مشيئته وبحسب إرادته ودائما للخير. طبعا فرصة ليعلن الإنجيل بدون أي خجل. ثم شيء مهم جدا بالمقارنة مع أي آلهة أخرى، آلهة اليونانيين، أراد أن يحدثهم أنه في يوم، وهذا اليوم هو يوم الدينونة لابد أن يأتي، وأن حياة الإنسان ليس تقدم إلى العدم كما ادعى الفلاسفة الأبقريين، ولا مجرد طريق للتشبع بالله كما قال الرواقيين، لكنها رحلة إلى الدينونة، لابد أن تواجه الله. بالنسبة للأبيقوريين كان الغرض من الحياة المتعة واللذة، الجسد بموت انتهى كل شيء. أما الرواقيين الأبيقوريين بالنسبة لهم اللذة، أما الرواقيين فكان مدرسة الألم، يعني المعرفة عن طريق الاحتمال والأمن وزيل كل عاطفة ومشاعر من حياتك. لكن في كل هذا الإنسان يسير في خط لكي يواجه الله. حياة الإنسان يوم من الأيام عاجلا أم آجلا سوف يواجه الله الديان. ثم تحدث عن لب الموضوع، لب الرسالة كما هي في كل رسائل العهد الجديد. هذه الرسائل
هي محور الرسالة، شخص يسوع المسيح يتحدث عن الفداء، عن الصليب، وطبعا يتحدث أيضا عن القيامة. فيريد أن يقول القيامة هو دليل على امتياز المسيح وتفوقه على كل الآلهة، فهو ليس إله مجهول بل هو الإله الحي المقام من بين الأموات، هو الإله المنتصر، هو إله الغلبة، هو الإله الذي يتفاعل ويتواصل مع الناس، هو الشخص الذي يشعر ويعرف بل يرى في الخفاء، هو الذي يهتم في احتياجات الناس، هو قريب من الذين يطلبونه، قريب من الذين يدعونه. طبعا هاي الأفكار كانت تعتبر أفكار جديدة بالنسبة للفلاسفة، ولسيما عندما تحدث عن القيامة بالنسبة لليونانيين أنه الله يموت ويقوم من بين الأموات، كانت الفكرة مرفوضة كليا. فثلاث نتائج: المجموعة الأولى استهزأت في بولس الرسول، يعني ما أعرش أي انتباه. المجموعة الثانية أجلت، قالوا سنسمع منك أيضا عن هذا، يعني كان عنده النوع من الاهتمام لكن رح نسمع، فأجل الموضوع. لكن المجموعة الثالثة هي اللي آمنت وقبلت المسيح يسوع. نعم، إن اليونانيين كانوا حكماء عند أنفسهم، لكن بولس الرسول تحدث عن لب بل جوهر الرسالة المسيحية، إن الله خلق الإنسان يهتم بالإنسان، الإنسان أخطأ، الله دبر خطة خلاص، وهذه الخطة الخلاص تمت إنه المسيح جاء، مات على الصليب، قام من بين الأموات، هو الإله المنتصر، هو الذي يسمع، يستجيب، يتفاعل مع احتياجات الناس، كل من يدعو الرب يخلص. لاحظ في هذا الإصحاح، في مدينة تسالونيكي قاوموا الكلمة، في مدينة برية قبلوا الكلمة، فحصوا ودققوا وقبلوها من كل قلوبهم، وهنا في أثينا استهزأوا بالكلمة. ولربما أنت واحد من المشاهدين، هل تقبل أم تستهزئ؟ لربما تبحث في داخلك، ما عندكش اقتناع كامل. صلي إلى الله الذي يتفاعل، الذي يهتم، صلي حتى يعلن ذاته لشخص. أنا موجود في الأكروبوليس، أكروبوليس أعلى نقطة في المدينة، طبعا موجود فيها معابد كثيرة، راح نتكلم عن هذا الموضوع. المكان الجميل بتطل على أثينا، كل أثينا اليوم عدد سكانها حوالي 8 مليون شخص. من هذا المكان راح نتكلم عن رحلة بولس التبشيرية الثانية إلى أثينا. أعزائي، وصلت رسالة الإنجيل إلى قلب العاصمة الثقافية أو المدينة الفلسفة والحكمة في اليونان، أثينا. لها أمجاد عظيمة وماضي تليد وعريق، لكن وصلتها الرسالة في أيام الرسول بولس. هذه البلدة مليئة بالفلاسفة والحكماء، مليئة بالمعابد والأصنام والتماثيل، العبادات الوثنية، ولسيما الآلهة المتعددة. طبعا عندهم مئات بل آلاف الآلهة، لكن في 12 إله رئيسي أو رسمي، أذكر البعض منها حتى نأخذ خلفية. الإله زفس مثلا هو إله الآلهة أو أبو الآلهة، هيرا زوجته إلهة الزواج والعائلة، بوسايدون بكون أخوه إله البحار، أثينا إلهة الحكمة، سميت هذه المدينة على اسمها، آرس أو مارس كما ترى تلة مارس أو آرس هو إله الحرب، أرطميس إلهة الصيد، أبولو إله النور، إله الشمس، إله الموسيقى، الثقافة إلى آخره، أفروديتس إلهة الجمال والحب، هيفستوس إله النار، هرمس يعتبر المتكلم أو المتحدث أو رسول الآلهة، وهكذا ديمتروس إله الخضرة والخصوبة، وفي آلهة أصغر وأكبر. وعندما تقرأ كل هذه الأسماء ونوعيات الآلهة، ولا سيما في الميثولوجيا اليونانية، تخيل أن تتخيل أن هذه الآلهة تتصرف مثل البشر وبطريقة صبيانية، لكن بولس احترمهم
واتكلم ببراعة عن الإله الحي الحقيقي. هذا الإله هو الكلي القدرة، كلي المعرفة، حاضر في كل مكان. هذا الإله هو الله محبة، هو الحي القيوم، أعلن عن نفسه من خلال المسيح يسوع. نعم، إن المسيحية تنادي بعبادة الإله الواحد، فنحن نؤمن كمسيحيين أنه لا إله إلا الله، وأنه الحي القيوم، وأنه يتواصل ويتفاعل مع الناس، وهو قريب من الذين يطلبونه، وأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. ولربما أنت اليوم مش عمال تعبد الأصنام والآلهة كما فعلوا اليونانيين القدماء، لكن فكرة الآلهة أو العبادة تختلف من شكل إلى آخر. لربما الأولويات في حياتك تصبح صنم وتصبح عبادة. لربما أنت مستعبد لمحبة المال، ولربما مستعبد للشهرة أو للشهوات وإلى آخره. مهما كانت طموحاتك، إذا كان أي أولوية قبل الله فتعتبر صنم. من أجل هذا قال الله: أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. الله أعلن عن نفسه أنه واحد مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس، وهذا الإعلان تم من خلال شخص المسيح يسوع. هو الحي لأنه مات على الصليب وقام من بين الأموات، وهو حي يريد أن يدخل حياتك ويعطيك هبة مجانية، عطية الحياة الأبدية. فهل تفتح قلبك ليسوع؟ هل تتوجه ربا وملكا على حياتك؟ وصلي من كل قلب أنك تتخذ هذا القرار. عزيزي، أنا بصلي أن الرب يبارك حياتك، وأنك تختبر المحبة وتختبر حضوره وتختبر قوته وتسديد احتياجاته، تختبره كصديق قراعي، تختبره أنه إله شخصي بحبك، بيهتم باحتياجاتك الشخصية، سامعك ويستجيب تضرعاتك وصلواتك، وسيأتي إلى نصرتك وسيأتي إلى معونتك أيضا. حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن زيارة الرسول بولس لكورنثوس. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534، أو من داخل مصر 012-02-666-07، أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288، أو